السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايته اهلا وسهلا على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه دروس الصلاه والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ورد من خلال راح اشارك معكم اخر اخبار محترفينا والمنتخب الوطني الجزائري، بالاضافه الى اخبار في غايه الاهميه سنتعرف عليها ان شاء الله في الشطر الثاني من هذا الفيديو. وايضا راح اشارك معكم واحد الموضوع جدا مهم يتعلق بفلاديمير بيتكوفيتش الذي راح تكون عنده سفريه الى اوروبا من اجل ايجاد حل عاجل لدفاع المنتخب الوطني الجزائري. واليوم اعد قائمه فيها بعض الاسماء، راح نشوف لكم ما هي الاسماء التي سيعاينها فلاديمير بيتكوفيتش من اجل ان يمثل المنتخب الوطني الجزائري، بالاضافه الى اخبار مختلفه سنتعرف عليها، فابقوا معنا. واذا كنتم تشاهدون المره الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. ما طولش عليكم، ندخل مباشره الى صلب الموضوع. نادي الأهلي تفوق اليوم على نادي الاتحاد، وأيضا أضاف إلى يعني رصيده 3 نقاط في ترتيب الدوري السعودي، وحاليا ما زال ب يعني 51 نقطة في المرتبة الثالثة في ترتيب الدوري السعودي. تفوق رفقاء رياض محرز على زملاء كريم بنزيما في هذه المباراة، والتي كانت صراحة قوية، والجميع كان يظن بأن الاتحاد سيفوز بهذه المباراة. بعد مباراة رياض محرز صرح قائلا: جمهور الأهلي اليوم كان توب، وأصرينا على إسعادهم اليوم، اللقاء كان على مستوى عالي جدا، ونحن سعيدون بالفوز في الديربي، سواء كنا جيدين أو لا، نحن بحاجة ماسة إلى الانتصار. الجماهير رائعة، ونحن سعيدون باللعب على أرضنا لأنهم يدعموننا دائما، يقصد الجماهير، وكان واجب علينا الانتصار لأجل الجماهير. فرياض محرز أعزائي الكرام اليوم تألق مع فريقه نادي الأهلي على نادي الاتحاد في هذه المباراة من أجل أعزائي الكرام يعني البقاء في التوب 3 في ترتيب الدوري السعودي. راح نتكلم حاليا على الذاكره مع النجم الدولي الجزائري رياض محرز وقائد المنتخب الوطني الجزائري، ولكن ليس بارتباطه بنادي الاهلي السعودي، بل انه راح نتكلم عليه بصفته كلاعب سابق لنادي مانشستر سيتي، لانه رسميا حسب تقارير كثيره من الدايلي ميل وكذلك ايضا تقارير انجليزيه وعربيه اكدوا قائلين انه بعد عجزهم على هز شباك نادي ارسنال نادي مانشستر سيتي على ارضيه ميدانه، المدرب الإسباني بيب غوارديولا يتحصن على رحيل رياض محرز وإيكاي غاندوغان. وطبعا قلنا لكم سابقا في ذلك الفيديو اللي بارطاجته معكم ليلة أمس، قلت لكم بلي أنه الجماهير الإنجليزية كانت تتحسر بغياب رياض محرز وإيكاي غاندوغان، لأنهما كانا عنصرين مهمين جدا، وسبب يعني تعثر نادي مانشستر سيتي في هذا الموسم للدوري الإنجليزي الممتاز بسبب غياب هذا اللاعبان حسب ما أكدت الجماهير. وطبعا هي التقارير تؤكد بلي أنه بيب غوارديولا نادم على رحيل رياض محرز وكذلك أيضا إيكاي غاندوغان. فكان يعني كل من رياض وأيضا غاندو كانوا يعني قطعتين مهمتين في نادي مانشستر سيتي. رياض محرز ذهب من فريق نادي مانشستر سيتي بسبب سوء توظيفه في العديد من المباريات، فلهذا كره من فلسفة بيب غوارديولا ورحل. إيكاي غاندوغان هو الآخر، رحل من هذا الفريق ونادي مانشستر سيتي بعدها تعثر، واحتمال كبير جدا أنه ما راحش يحقق الدوري الإنجليزي ممتاز، ولكن أنا متفائل لحد الساعة الزي كرام بالرغم من الإصابات الكثيرة التي تعرض إليها لاعبي نادي مانشستر سيتي، إلا أنه ما زال عندي أمل أنه نادي مانشستر سيتي سيتوج باللقب. ولكن المهم والأهم هو أنه بيب نادم كما أكدنا لكم سابقا، وهي التقارير تؤكدها حاليا، وكان لابد أنه راح يجي يوم وبيب يندم على رحيل رياض محرز. حاليا نشارك معكم على الزي كرام يعني تصريح بخصوص لاعب هو جزائري بطبيعة الحال ويلعب في الدوري الإسباني، وجه رسالة مباشرة لفلاديمير بيتكوفيتش من أجل تمثيل المنتخب الوطني الجزائري. اللاعب اللي راح نتكلم عليه الزي كرام هو عبد الرحمن رباش، الذي أكد قائلا لموقع بيان سبورت أن اللعب في الدرجة الأولى الإسبانية يفتح لي أبواب المنتخب الوطني الجزائري، وأتمنى أن أتلقى استدعاء لتمثيل المنتخب، سأحاول العمل وسأواصل العمل بجد في الجولات التسعة المتبقية من الليغا لمساعدة فريقي. طبعا ممكن تتساءلوا شكون هو هذا اللاعب. هذا اللاعب الذاكرة من مواليد 1998 في عمره 25 سنة، يعني ولد في البليدة، عنده جنسيتين، جنسية جزائرية وإسبانية، وهذا اللاعب الذاكرة يلعب حاليا مع نادي ديبورتيفو في الدرجة الأولى من الدوري الإسباني، وأيضا لعب هذا اللاعب في فرق أخرى مختلفة في الدوري الإسباني كما تشاهدون. ها هو مسار هذا اللاعب المهني، واللاعب الذاكرة ينشط 3 مراكز، يعني المركز الرئيسي نتاعو هو جناح ايسر لفريقه، وكذلك ايضا يقدر يلعب كمهاجم ثاني او صانع العاب، وكذلك ايضا قادر يلعب كجناح يعني ايمن لفريقه.
ولكن المركز اللي يلعب فيه دائما هو الجناح الأيسر. وطبعا هذا اللاعب عزيزي الكرام لحد الساعة في الدوري الإسباني وفي مختلف البطولات اللي راه يلعبها مع ناديه ديبورتيفو، راه لعب 23 مباراة، سجل من خلالها 3 أهداف وقدم أسيستين كما تشاهدون في هذه الإحصائيات الظاهرة أمامكم. وحسب لغة الأرقام والإحصائيات المعمقة لواش قادر يقدم هذا اللاعب من ناحية يعني الفرص اللي يصنعها مرتفعة جدا، من ناحية أيضا عزيزي الكرام يعني المساهمة الدفاعية جيدة جدا 86%، تسجيله لأهداف يعني نوعا ما فوق المتوسط 71%، وكذلك أيضا يعني اللمسات كما تشاهدون ضعيف فيها 23 كما تشاهدون. فممكن هذا اللاعب عزيزي الكرام أن نشوفوه مفاجأة فلاديمير بيتكوفيتش يعني في القائمة القادمة للمنتخب الوطني الجزائري. أما بالنسبة للاعب الثاني عزيزي الكرام الذي الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعمل من أجل يعني إقناعه في تمثيل المنتخب الوطني الجزائري هو مدافع نادي أولمبيك مارسيليا سامويل جيغو، وذلك عزيزي الكرام كما قلنا لتعزيز خط دفاع المنتخب الوطني الجزائري حسب العين الرياضية التي كشفت لنا في آخر تقارير لها، لأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتحرك صوب هذا اللاعب من أجل إقناعه بتمثيل المنتخب الوطني الجزائري. حاليا كما يعلم الجميع هجوميا رانا طوب عزيزي الكرام، عندنا تعدد كبير يعني بالنسبه للاعبين، وكل لاعب يعني تشركه فوق ارضيه الميدان يقدم لك مستوى كبير، ويعني بعض اللاعبين عندهم يعني وظائف متعدده، ما قدرش يلعب لك في بوست فيكسي، قادر يلعب لك في 3 مناصب بشكل عادي. فحاليا ما راش عندنا مشكل الهجوم كما كنا سابقا عزيزي الكرام، لو تتذكرون عزيزي الكرام سابقا في المباراه الفاصله بين الجزائر والمنتخب الكاميرون كان عندنا واحد الازمه في خط الهجوم، ولكن حاليا ما راش عندنا هذه الازمه، ولكن عندنا ازمه جديده يعني في دفاع المنتخب الوطني الجزائري، والفاف يعني تتحرك من اجل اقناع هذا اللاعب لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري. دائما وابدا نعرفكم بهؤلاء اللاعبين، اللاعب هذا سامويل جيغو من مواليد 1993، في عمره 30 سنه، نوعا ما كبير بطبيعه الحال، وطبعا يلعب مع نادي اولمبيك مارسيليا في الدرجه الاولى من الدوري الفرنسي، راه لاعب حاليا 26 مباراه في هذا الموسم مسجل هدفين، وعدد الدقائق اللي لعبها كامل عزيزي الكرام 2140 دقيقة، وتبلغ يعني قيمته السوقية 9 مليون يورو، ويلعب هذا عزيزي الكرام كقلب دفاع وليس بظهير. فاحتمال كبير جدا انه ايضا هذا اللاعب راح نشوفوه جديد قائمة المنتخب الوطني الجزائري. وهذا اللاعب لعب مع العديد من الاندية الفرنسية، وكذلك لعب ايضا في البطولة البلجيكية مثل نادي كورتري، وكذلك ايضا لعب في سبارتاك موسكو في الدوري الروسي، وحاليا يلعب مع نادي اولمبيك مارسيليا. فما وراكم انتم ايضا في صندوق التعليقات حول هذا اللاعب، يعني حاليا بيتكوفيتش راح يبحث عن حل لأزمة الدفاع، وطبعا حسب آخر تقارير لموقع العربي الجديد الذي أكد بلي أنه تحصل على بعض المعلومات من داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الجزائري، أن بيتكوفيتش قرر الأيام القليلة المقبلة القيام بجولة أوروبية لمعاينة المدافعين القادرين على تمثيل الخضر مستقبلا، مع إعطاء مهمة كذلك إلى مساعديه لمراقبة أسماء بعض الأسماء التي تلعب في الدوري المحلي وفي البطولات العربية. ومن بين الأسماء عزيزي الكرام التي حاليا هي في قائمة فلاديمير بيتكوفيتش من أجل حل أزمة دفاع المنتخب الوطني الجزائري، عندنا سمير شرقي لاعب نادي باريس اف سي في الدرجة الثانية من الدوري الفرنسي. هذا اللاعب كان قريب جدا سابقا أنه يلعب مع المنتخب الوطني الجزائري، ولكن الإصابة حرمته من استدعاء للمنتخب الوطني الجزائري. كذلك عندنا عبد الصمد بو ناصر، يعني هذا اللاعب لاعب اتحاد العاصمة، حتى هو في قائمة اهتمامات فلاديمير بيتكوفيتش من أجل يعني إيجاد حل لأزمة دفاع المنتخب الوطني الجزائري. كذلك أيضا عندنا اللاعب كيليان، لاعب الناشط هو الآخر في الدرجة الثانية من الدوري الفرنسي، والذي يبلغ من عمره 25 سنة. هاد اللاعبين عزيزي الكرام كامل شباب، يعني أكبرهم في عمره 25 سنة كما تشاهدون، بالإضافة إلى لاعب يعني العربي في الدوري القطري عزيزي الكرام وسيم قادري أو بالملقب سيمو قادري. هذا اللاعب عزيزي الكرام هو أيضا من اهتمامات المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، بالإضافة إلى بعض اللاعبين اللي ديجا لعبوا مع المنتخب الوطني الجزائري، كل من أحمد طوبة وأيوب عبد اللاوي.
يعني هذه الأسماء هي اللي راح يعينها فلاديمير بيتكوفيتش والذي أمر بمعاينتها، يعني راح يحضر بعض المباريات نتاعهم وراح يستدعي فقط الأفضل. هنالك بعض اللاعبين اللي أول مرة ممكن أنه راح يجيوا للمنتخب الوطني الجزائري مثل سمير قادري، كذلك كيليان وأيضا سمير شرقي. هؤلاء اللاعبين يجب عليهم تغيير جنسيتهم من الفرنسية باه يجيوا يلعبوا مع المنتخب الوطني الجزائري. أما بالنسبة لوسيم قادري لازم يغير جنسيته من الإسبانية إلى الجزائرية باه يجي يقدر يلعب مع المنتخب الوطني الجزائري، يعني راح يحللوا طريقة لعب هؤلاء اللاعبين ويختاروا الأفضل، يعني وكيشوفوا باللي أنه فيه المتطلبات باه يجي ويقدم الإضافة مع المنتخب الوطني الجزائري راح يتصلوا به. إذا كانت عنده أمور إدارية راح يقوموا بهذه الأمور الإدارية، وإذا ديجا لعبوا مع المنتخب الوطني الجزائري راح يستدعيوهم مباشرة من أجل يعني إيجاد حل لأزمة دفاع المنتخب الوطني الجزائري. فما رأيكم أنتم في صندوق التعليقات حول هذه الأسماء؟ كاين أسماء كثيرة وحاليا العمل يبقى عند يعني الجهاز الفني للمنتخب الوطني الجزائري، فنتمنى لهم كل التوفيق. حاليا أعزائي الكرام نمر إلى الخبر المولي واللي يتعلق برسالة ياسين بنزية إلى الفيفا بخصوص هدفه الذي سجله يعني في مرمى شباك منتخب جنوب إفريقيا. المهم ياسين بنزية وجه رسالة يعني ممكن تقولوا عليها مباشرة للفيفا أو مشفرة للفيفا، حيث صرح قائلا لبعض المصادر الأذربيجانية، لأنه هذا اللاعب يلعب في الدوري الأذربيجاني، صرح قائلا بالطبع سيكون من الجيد أن أحصل على جائزة البوشكاش. يعني هذا بالنسبة لي تصريح واضح ورسالة موجهة للفيفا، أنا أستحق جاهزة البوشكاش. كذلك صرح قائلا لكن إذا لم أحصل عليها فلا يمكن فعل أي شيء، المهم هو أنه تم تصنيفي وتصنيف هدفي ضمن قائمة الأفضل وطبعا في العالم بين قوسين. أنا نزيد هذه الكلمة أعزائي الكرام لأنه الهدف نتاعه كان ترند عالميا وليس فقط في الجزائر. كذلك صرح قائلا الهدف الذي سجلته في مرمى منتخب جنوب افريقيا رائع ولقد كان هدفا رائعا ووسائل الاعلام يعني باكملها تتحدث عنه. انا سعيد للغايه بالعوده الى المنتخب الوطني بعد 5 سنوات من الغياب، لقد جرت عودتي بشكل جيد للغايه وانا سعيد بذلك. وصرح قائلا اسمحوا لي ايضا ان اقول انني اشكر نادي يعني اللي يلعب معه حاليا في الدوري الاذربيجاني وكذلك المدرب، وقال انه لولاهما لما استعاد مستواه وايضا تمت دعوته للمنتخب الوطني الجزائري. فهذه الرساله كما قلنا اعزائي الكرام انا بالنسبه لي نشوفها مباشره للاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا من اجل الالتفات لذلك الهدف، ولما لا ان يتوج ان شاء الله بهذا اللقب. كان هذا فيديو اليوم، خبروني رايكم في صندوق التعليقات ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.